أكبر جنائي هو أعتقد يعني حلم كبير لكل منظومة العدل في أي دولة في العالم. المختبر الجنائي الفلسطيني هو إدارة من إدارات الشرطة الفلسطينية ويعمل تحت إشراف السيد اللواء حازم عطالله مدير عام الشرطة، وذلك بتكليف من السيد وزير الداخلية. حاليا لدينا في المختبر 5 أقسام: قسم إدارة الدليل في المختبر الجنائي، وهو القسم المعني لاستقبال وتخزين الأدلة، استقبال الدليل من الجهة طالبة الفحص بحيث يتم تفقد الدليل من حيث سلامته وسلامة تخزينه، ويتم التأكد من سلامة هذه الإجراءات، بعدها يتم تخزين الدليل لحين تسليمه للجهة طالبة الفحص. يقوم قسم الكشف التزييف والتزوير بالعديد من المهام والخدمات التي تساعد في النهوض بقطاع العدالة ومساعدة قطاع العدالة. نذكر من هذه المهام قرنة الخط اليدوي والتواقيع، نقوم كذلك بفحص العملات، فحص الوثائق والمستندات، بالإضافة إلى فحوصات في الطباعة. قسم فحص الأسلحة النارية وأثار الأدوات. عندنا في القسم بنقدم الخدمات المتعلقة بالمقذوفات النارية والظروف الفارغة وربط بالسلاح المشتبه فيه من مسرح الجريمة، كمان فحوصات متعلقة باستعادة بناء مسرح الجريمة. في هذا القسم خدمات منها فحص الأسلحة النارية وأمانها، معرفة سلامة السلاح الناري بهدف ترخيصه. قسم فحص المخدرات والآثار الكيميائية، طبعا نقوم بهذا القسم بإجراء الفحوصات التحليلية للمواد المخدرة بكافة أنواعها، منها النباتات، العقاقير الطبيعية والعقاقير المصنعة، بالإضافة إلى السلائف الكيميائية. هنا جهاز GCMS، طبعا هذا الجهاز بيقوم على مبدأ كروماتوغرافيا الغاز، بنفحص عليه كافة أنواع المخدرات. القضية الثانية جهاز GCTD20، طبعا هذا الجهاز نفحص عليه الغازات والحرائق. قسم الفحوص البيولوجية، هذا القسم قيد الإنشاء، حيث نقوم بالتدريب مع خبراء كنديين ذوي اختصاص في مجال العلوم الجنائية. تم تمويل المختبر الجنائي من قبل أصدقائنا في الحكومة الكندية. يعد المختبر الجنائي الفلسطيني من أهم ركائز قطاع العدالة في فلسطين، حيث تم افتتاحه في أواخر عام 2016، وذلك لتقديم المساعدة للجهات التحقيقية أو الأقسام التحقيق في الشرطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية، وذلك لتعزيز قدراتها في التحقيق وتقديم الأدلة اللازمة للإجراءات المقاضاة في المحاكم والنيابات.